أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل. ومع هذا السن، سن الإذاع، سن الإمتاع، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا التاسع، بداية الجولة الثالثة، الشوط الخاص بالإذاعة البكار، المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة. نسير في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق المباشر والتحدي المثير والرائع. تاتي الظبي لسعيد بن سالم بن مبارك، الظبي على الصدارة لسعيد بن سالم بن مبارك الجزيعي الكتبي، من ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. نتابع المركز الثاني، نتابع التسلل والتقدم والانطلاق مع شواهين لسيف بن سالم النايل الشامسي، نتابع المركز الثالث، التقدم والانطلاق والتحدي مع جلنار لحمد بن سهيل من خيرات العامري. وعلى مستوى المركز الرابع تتقدم غادة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس أرى القدوم في هذه اللحظات من غرام لسيف بن راشد بن سيف الشامسي، النقلة التالية مع المركز السادس. كي أرى التقدم في هذه اللحظات والقدوم، نتابع التقدم والانطلاق مع الاتحادية لمحمد بن غزام بن محمد المنصوري، ياتي بدوره مع المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع الشامخة لعمران بن سلطان بن تريم الكتبي، ومن الجانب الآخر مع المركز الثامن تحديات الشايبة بشعر محمد بن حميد بدبيله المنصوري، من يقدم الشايبة مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، تصل تتقدم بيه لناصر بن مسلم بن سبته الخيلي. وعلى مستوى المركز العاشر انتقدم ايضا اعتدال بشعار فري بن علي بن حموده الظاهري، متابعا لهذا الانطلاق وبهذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع في هذا المسار المتجدد مع هذا السن، سن الاذاع، سن الامتاع. لنا عوده مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة وسكان المقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع، الصدارة والمقدمة. وأرى هناك اللي تقود هذه الجموع شواهين للسيب بن سالم النايلي الشامسي، متابعا منطلقا لشواهين وهي على الصدارة، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثاني تاتي جلنار مع المركز الثاني بهذا التقدم الواضح والباين. حمد بن سهيل بن خيرات العامري مقدما لجلنار مع المركز الثاني، الثنتين في تنافس وتحدي وإثارة حاضرة في هذا الصباح، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث غادة بالشعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. وعلى مستوى المركز الرابع يصل شعار فري بن علي بن حمودة الظاهري مقدما الاعتدال مع المركز الرابع، خامس الانطلاقات، خامس التحديات. من الجانب الآخر القدوم والتسلل والانطلاق والتحديات مع الاتحادية بشعار محمد بن خزام بن محمد المنصوري، ولكن وصلت الشامخة مع المركز السادس بهذا التقدم، بهذا الانطلاق الجميل والرائع. عمران بن سلطان بن تريم الكتبي يقدم الشامخة مع المركز السادس، المركز السابع وصول بيه لناصر بن مسلم بن سبته الأخير.
الليلي ومع المركز الثامن. المركز الثامن أرى التقدم لغرام لسعيد بن راشد بالسيف الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع مذهلة القادمة بكل قوة لمبارك وسلطان بن مبارك الرفيسة، ومع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات ثمينة تتسلل تتقدم بدورها مع المركز العاشر متابعة محمد بن قرين بن علي العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة. أكملنا ندان الثاني والمسيرة تسير بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع. نعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، والنايلي يسيطر على مجريات هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه شواهين سيف بن سالم النايلي الشامسي، متابعا لتحديات شواهين على الصدارة. جلنار مع المركز الثاني، حمد بن سهيل بن خيرات العامري يقدم جلنار مع المركز الثاني. المركز الثالث اعتدال بشعار فري بن علي بن حمودة الظاهري، والتسلل من الجانب الآخر ثمينة محمد بن قرين بن علي العامري، ولكن اللي وصلت في هذه اللحظات مذهلة لمبارك وسلطان بن مبارك الرفيسة مقدما لمذهلة بدأت تتقدم مع المراكز المتقدمة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، وشواهين من تسيطر على مجريات هذا الشوط، ولوحة الإعلان لوحة الألف والميتين، واللحظات المثيرة في هذا الشوط. نتابع شواهين، نتابع الانطلاق لاعتدال وجلنار مع المركز الثالث، مذهلة قادمة مع المركز الرابع. بدأت حرارة الشوط ترتفع مع هذا الانطلاق المتميز، وشواهين تسيطر، شواهين تسيطر على المقدمة. اعتدال قادمة بكل قوة مع المركز الثاني بشعار فري بن علي بن حمود الظاهري، ولكن شواهين على الصدارة. سيف بن سالم النايل الشامسي، جلنار قادمة مع المركز الثاني، مذهلة تتسلل مع هذا الانطلاق المتميز. اللحظات الأخيرة، أهالي الذيد أهالي تل الزعفران ينطلقون يتقدمون بتحديات مذهلة. باعدت المسافة، يرت الشوط مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسة مقدما لمذهلة، ولكن القادمة محبة لسعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي مع المركز الثاني. يعلن الهجوم بن حليس مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير والرائع. اللحظات الأخيرة، مشكور يا بن حليس بتقدم محبة، مشكور يا عامر يا بن سعيد يا بن مبارك مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه محبة. تهانينا لسعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، وسلام بدية سلام بالسلطنة مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني مذهلة لمبارك بن سلطان الرفيسة، المركز الثالث بشعار فري بن علي بن حمود الظاهري، المركز الرابع جاءت أيضا العاصمة لسالم بن نصيب بن سيف بن يطبع العامري، المركز الخامس شواهين لسيب السالم النايل الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، ولكن في اللحظات الأخيرة محبة من ظفرت بناموس هذا الشوط، والتوقيت الأفضل والأجمل 9 دقائق ثانية واحدة 7 أجزاء من الثانية. تهانينا بالأعماق لمالك محبة سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، وسلام بدية سلام مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمته محبة مع التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مذهلة توقيتها الزمني 9 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا المبارك والسلطان بن مبارك الرفيسة، واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا وتقدم 9 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية اللي هو توقيت اعتدال. تهانينا لفري بن علي بن حمودة الظاهري.